طيب نبتدي بالوطن سبورت. موقع الوطن سبورت قال ايه؟ قال تأجيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي، وكان المفترض ان يبقى في اجتماع النهارده، اجتماع اتأجل لسه مش عارفين ميعاده الجاي هيكون امتى. يعني الخطيب يلتقي العمري وعلواني في منزله، ده يعني كشركه الانتاج الاعلامي وشركه الاهلي الانتاج الاعلامي يعني، واجتماع مع الكابتن محمود الخطيب اللي بيترأس هذه الشركه، وعضويه كل من العمري فاروق، الاستاذ العمري فاروق طبعا، والدكتوره رانيا علواني، وايضا المهندس خالد الدرندلي، وده بخصوص يعني بعض الامور الخاصه بقناه النادي. نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي. عبد الحفيظ يطمئن على الترتيبات الخاصه بالمعسكر الخارجي، وده طبيعي، كابتن سيد عبد الحفيظ بينسق كل الامور اللي بتتعلق بمعسكر النادي الاهلي الخارجي اللي لحد هذه اللحظه هيكون في الامارات، ده الاقرب، وترتيبات الاقامه، ملعب التدريب بالنسبه للنادي الاهلي هناك، والمباراه الوديه اللي المفروض هتتلعب، حتى الان مباراه واحده، ممكن يبقوا مباراتين طبقا لرؤيه مستر فايلر والبرنامج الخاص باعداد الفريق خلال الفتره اللي جايه. خبر اخر، سوبر كوره، وده اتكلمنا فيه مع بدايه الحلقه. سوبر كوره بتقول ان فايلر يمنح لاعبه الاهلي راحه ثلاث ايام. لا، الخبر اللي بعده، راحه ثلاث ايام عقب العوده من معسكر الامارات، وده في اطار البرنامج طبعا الموضوع لاعداد الفريق للمرحله المقبله. صاد البلد كاف يخطر الاهلي بمواعيد مبارياته الافريقيه الثلاثه، وقلنا لحضراتكم المواعيد يوم 29 نوفمبر مع النجم الساحلي في رادس، المباراه هتبقى الساعه 9 بالليل، ويوم 6 ديسمبر مباراه الاهلي والهلال السوداني في مصر، و28 ديسمبر مع بلاتينيوم هناك في بلاتينيوم، ولا لا في القاهره، في القاهره مش هناك. طيب دي مباراه الاهلي في افريقيا. طيب نروح لخبر اخر من الشروق، وفايلر يؤازر محمد محمود قبل رحلته العلاجيه واطمن على اللاعب، وقال له يعني ان احنا بنؤازرك وفي انتظارك ان شاء الله تعود سريعا، ويعني جانب معنوي مهم جدا من قبل مستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. نروح لفيتو، محمد محمود يطير الى المانيا لاجراء جراحه الصليبي، هيطير غدا باذن الله، ونتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل ويعود سريعا للنادي الاهلي، ولاعيب مهم جدا، وللاسف كلنا حزنا جدا باصابه محمد محمود، يعني حظ ما فيش اسوء من كده، ما فيش اسوء من كده، لكن هو نصيبه في الاخر وقدر الله ما شاء فعل. اخر خبر معانا من المبتدا، رسميا اليو ديانج ضمن قائمه منتخب مالي الاولمبي. احنا عارفين اليو ديانج لاعب النادي الاهلي، لاعب في المنتخب المالي الاولمبي، والمنتخب المالي ده هيشارك طبعا في بطوله الامم الافريقيه في مصر اللي هتقام من يوم 8 ليوم 22 نوفمبر القادم، فاللاعب موجود طبعا في هذه القائمه الخاصه بمنتخب مالي في اطار طبعا مجموعه فيها كوت ديفوار وزامبيا، والمجموعه الاخرى طبعا اللي فيها منتخب مصر. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المصري ويتاهل لطوكيو 2020. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل اخبارنا بالتحديد المحليه والعالميه، استنونا بعد فاصل.